اسمي سعيد عبد ربه سالم ابو هداف، عندي اولاد 6، عمري 80 سنه. انا اسمي حمد جابر عبد الهادي الكفارن، معي 3 اولاد وبنتين، اولادي متجوزين وبناتي متجوزات، وانا ساكن مع ابني الصغير اكبر واحد، وهم كل واحد فيهم طالع لحاله. انا اسمي محمد سليم ابو حجير، عمري 57 سنه، ساكن وادي غزه جحر الديك، متزوج وعندي 8 اولاد وبنات، وكلهم عاطلين عن العمل وقاعدين. زمان كنت بشتغل برا، يعني اروح لاسرائيل وباجي في اسرائيل. في الاول كان كنت اشتغل في التمريض، واشتغلت فتره 43 سنه، في الاخر كنت اشتغل في الطب النفسي، وبعدين تقاعدت وقعدت يعني باخذ معاش وانا قاعده. لو في عندي انا خبره في مشروع وفلوس كان الواحد عمل مشروع، بس لا في عندي لا خبره لا في مشروع ولا في فلوس لعمل مشروع، ولذلك بديل عن هيك قاعدين يعني على الكرسي طول النهار قاعدين لا شغله ولا عمل. بقعد من النوم بقول ودي اروح للمشوار الفلاني، بقعد من النوم بقعد على الكرسي عند الباب بقصر لروح بضل قاعد لما يجي صلاه الضحى بصلي الضحى وبحط راسي وبنام. هذا الشغلة كل يوم من 20 سنة بطلنا نروح لا هيك ولا هيك. أنا كنت مبسوطة كثير وأنا أشتغل وأروح وآجي، وكانت يعني نفسيتي مرتفعة وكويسة، لكن لما أنا تقاعدت وقعدت اصبت بالأمراض اللي هو الضغط اللي هو العضل، عيني صار فيهن برضو مية، عملت عمليات فيهن وصار يعني صرت إحباط عندي. وبعدين العزلة هذه لحاله، واحد الإنسان يبقى لحاله، فهذه الحاجات بتضايق الإنسان. لما كنت أنا بأشتغل كنت أقعد مع زمايلي وزميلاتي ومع المرضى أغلب الوقت مع المرضى، عشان إحنا نرفع من معنوياتهم من نفسياتهم، لأنه كله أمراض نفسية كانت وكانوا تعبانين كتير. لكن أنا بعد ما قعدت ما فيش لا زميل ولا زميلة ولا مريض أقعد معاه أو ناس تيجي من برا أتحدث معهم، فيش حدا، فالإنسان صابت بإحباط. الواحد بيزهق يعني من مقعده لحاله، وما بفكرش بيقولها كيف كنا وكيف نسوينا وكنا كذا وكنا يعني كنا بنمشي وبنيجي وبنشتغل وبنسوي، وهالحين الواحد قاعد يعني بفكر في ايش بعد هالحياه هذه كيف بده يصير فيه. الواحد من كثرة القعدة يعني زي ما بيقولوا التفكير يفكر في الأولاد وهذا ومصيرهم، قاعدين الكل في لا شغلة ولا عملة، بطل حد يسأل علينا، بطل حد يدور علينا، بطل حد يجي يقعد عندنا زي ما قلنا قبل نقعد، فيش ناس تعتني في الناس الكبار زينا في السن، لا في علاج ولا في قعدة ولا في يصحوهم ولا يودوهم حاجة، ظلينا قاعدين. أنت عارف الواحد بيزهق، وحتى بطل الناس تيجي تقعد عنده زي ما كان قبل، لا ما حد مدور عليك لا في مصروف ولا في على التزامات لاولادك ولا حد بدور عليك. فكره المشروع جاءت من احتياجات كبار السن الحقيقيه في قطاع غزه. كبار السن في قطاع غزه بيعانوا من مشاكل نفسيه والتواصل الاجتماعي، بيعانوا من مشاكل التدخل الصحي السليم لمتابعة أمراضهم مثل الأمراض المزمنة اللي بعانوا منها، عدم توفير دخل مناسب لهم بعد بلوغهم عمر 60 سنة. فكان فكرة المشروع إنه إحنا نقدر نجمل هذه الثلاث تدخلات في مشروع واحد، إنه نستهدف 1000 شخص في مناطق الأكثر تهميشا في قطاع غزة ونوزع بيناتهم تدخلات المشروع الثلاثة. في بداية المشروع إحنا وجمعية الهلبيج والوداد عملنا مسح ميداني لخمس مناطق في قطاع غزة، اللي هما بيت حنون وعزبة بيت حنون والمصدر وادي السلقة وجحر الديك. تم تعبئة 1800 استبيان، هذه استبيان من خلالها تم
قصد احتياجات كبار السن ومتطلباتهم، وبناء على معايير خاصة بالمشروع تم استنقاء من 1800 شخص هم أكثر حاجة لهذه التدخلات الثلاثة الرئيسية. تم تقريبا حصر يعني بنقدر نقول 85% من كبار السن اللي في المناطق هدول، يعني دخلوا على تحليل الشركة، ونتاج الشركة كان معروف بالمشروع إنه الاقتصادي حيتم الاستفادة من 250 مستفيد فقط. كما استفاد 550 من كبار السن من المناطق الخمسة المستهدفة. طبعا قمنا بعملية تحديد الاحتياجات لهم عبر استبيانات قبلية. تلك الاستبيانات حاولت إنه هي تحدد أهم المشكلات اللي بيواجهوها كبار السن، فبالتالي حددنا طبيعة التدخل اللي سيقوم فيه فريق جمعية الوداد التأهيل المجتمعي. كبرنا شوي بالسن، صار في معنا مرض في الرجلين، يعني ما بقدرش امشي ولا باجي، في عندي قل السمع ما بسمعش يعني كثير، النظر بسيط كمان، في يعني امراض هذا ظهري بوقفني خلص ما بقدرش امشي. اجت علي المؤسسه شافونا انا ومره وقلت ايش في وايش في اسوي. اول ما خشوا علينا قلنا يعني ايش جابوا لي العكاز هذا. اول ما جوا علينا بعد مده شويه قالوا لي ايش في عندك؟ قلت والله في عندي النظر بسيط شوي، سووا لي نظاره. بعد النظاره مشينا قالوا ايش في كمان؟ قلت والله بدي طقم. ساعدونا سووا لنا طقم، وكنت ما بقدرش يعني اشتغل واجيب اعمل سماعه ولا اعمل نظاره ولا اعمل طقم، يعني قعدت طولت وانا ما فيش في اسنان. ولما ساعدوني هم يعني وسووا لي الطقم وسووا لي النظاره وسووا لي السماعه وصار يقوموا كثر خيرهم يعني بارك الله فيهم، هم قاموا بالواجب يعني. معظم احتياجات كبار السن من ناحية الجانب الصحي تم توفير أجهزة مساعدة تتعلق بالحركة مثل الكرسي المتحرك، العكاز، الووكر، كل الأجهزة بتساعد كبار السن على التنقل والتحرك في بيتهم أو في أي بيئة أخرى تم توفيرها لهم حسب احتياجاتهم. بالإضافة إلى الكبار السن اللي بيعانوا من مشاكل السمع، لأنه هذه المشاكل تبدأ السمع تبدأ يقل كل ما بيكبر الشخص بالعمر، بالإضافة إلى مشاكل النظر كل ما بيكبر برضه بتضعف. تم توفير خدمات صحية تتعلق بالنظر والسمع. الخدمة الصحية الأخيرة اللي توفرت لهم هي معالجة أسنانهم أو مشاكل الأسنان لهم، اللي كان بيحتاج لطقم أسنان كامل تم توفيره، واللي بيحتاج إلى صيانة أو ترتيب أسنانه تم التعامل مع هذا من خلال جمعيات ومستشفيات في قطاع غزة، مثل جمعية الخدمة العامة أو مستشفى الخدمة العامة وجمعية الهلال الأحمر من خلال مستشفى القدس. اول خطوه عملوها معنا اجوا يعني شافوا البيت وشافوا الاولاد وشافوا القاعدين وشافونا قاعدين عطلين عن العمل ما فيش عمل، حبوا يساعدونا. مشروعنا الهدف منه تحسين مستوى الدخل الاقتصادي لل 250 مستفيدين عن طريق نشاطين رئيسيين. النشاط الاول هو تدريب المستفيدين على اداره المشروع نفسه وكيف يدر عليه دخل وكيف يسوق المشروع، وثانيا اللي هو نوزع احنا النشاط. طلبنا منهم قالوا شو بدكم؟ قلنا بدنا اذا في ارانب بيعملوا مزرعه ارانب وساعدونا فيها. اجل زي ما تقول على اساس انهم يعطونا الارانب، بس حبوا يعطونا دوره لكيف نعتني في الارانب وكيف نربيهن وكيف المحل اللي يكونوا فيه هاوي وكيف اجيبوا دكتور بيطري كيف علمنا كيف ياكلوا كيف يشربوا كيف نعالجهم.
بعد ما ضربونا طبيعي سلمونا أرانب القفاص أول شيء، وبعدين سلمونا علف للهند الأرانب، وبعد ما جابوا القفاص والعلف جابونا الأرانب أعطونا إياها. بعد ما أعطونا المشروع وربناها فعلا إنه طلع مشروع كويس ومشروع مفيد، استفدنا منه ومنه ناكل منهن ومنه منبيع منهن، وشي يعني استفدنا من وراء المشروع هذا. دائما قاعدة لحالي ودائما مكتئبة، دائما أفكر إيش بدي أعمل للولاد، إيش بدي أسوي من ناحية مادية مثلا، بعدين صحتي انهارت ومرضت ومش عارف إيش بدي أسوي، صرت دائما إيش يعني قاعدة حتى ما تحملش حد يتكلم معي، أزعق على اللي يتكلم معي، إني أنا من نوع بروحي طويلة كانت أول، بس بعد ما هذا خلص صار عندي إحباط. أجلنا كانت جارة وأجت يعني دائما تقعد عندي وإيش زي تقولي والله في بنت اسمها هيك سلوى وبنت محترمة كتير وكويسة وتيجي علينا من كبار السن، إيش رأيك أخليها تيجي عنده؟ قلت لها يا ريت والله أتعرف عليها وأشوفها، وشكرت لي فيها كتير كتير يعني قالت لي فيش بعد هيك بنات، قلت لها الله يخليك تخليني أشوفها. إضافة للمشاكل الصحية الشائعة لدى كبار السن، وجدنا أن هناك أيضاً مجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية اللي بتواجههم، منها العزلة، الضغوط النفسية، القلق، اضطرابات النوم وانخفاض تقدير الذات. فقام طاقم العمل بتنفيذ مجموعة من النشاطات ضمن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. النشاطات هاي تمثلت بجلسات إرشاد جمعي، لقاءات توعية مجتمعية، رحلات ترفيهية، نشاطات لا منهجية مع فريق المتطوعين في المشروع، وأيضاً بعض الأنشطة الدينية وجلسات التفريغ الانفعالي اللي كانت يتم تنفيذها في مناطق مختلفة. كما قمنا بتنفيذ العديد من الرحلات الترفيهية اللي لاقت صدى وقبول من كبار السن، خاصة أنه بتساعدهم على خروجهم من العزلة اللي بيعانوا منها. وجدنا أنه كبار السن في المشروع بيتفاعلوا بشكل كبير بالأنشطة المنفذة، بيطالبوا بالعديد من الرحلات، وحتى صار عندهم مدارك واسعة أنه إحنا بحاجة لأماكن ترفيهية، لمساحات واسعة ننفذ من خلالها الأنشطة اللي إحنا بنرغب فيها. خلال هذا المشروع يعني أنا حسيت إنه أنا تغيرت كتير، مش أم علاء تاع الزمان بنهار قاعدة على التخت، بس صرنا غير شكل عن زمان، يعني أم علاء تاع الزمان خلص تغيرت، صارت أحسن وأحسن والحمد لله في تحسن. أتمنى على المشروع تبعنا إنه ينجح ويمشي ونطور فيه أكثر من هيك ونوسع أكثر من هيك إن شاء الله، وربنا كريم. والله الصحة أحسن من كل شيء فيه، والله أحسن من المصاري وأحسن من كل حاجة، صحة الإنسان ويمشي ويمشي عادي والله أحسن من كل حاجة المال الصحة، هذا اللي بتمناه. أنا بتمنى من الله السعادة والراحة، وإن شاء الله إنا ولفئة كبار السن كلهم ويديروا بالهم علينا ويعني يحافظوا علينا عشان إحنا كبار ومغلبنين مهمشين كنا في الأول.